والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوان. أما بعد، ربنا اجعلنا من أخير من ذكرك وشكرك، واجعلنا من أسعد من سعت بقدم نحو القرب منك، آمين يا رب العالمين. أما بعد، بعجالة أذكر لكم رسالة بعث بها ابن عبيد الكاتب إلى صاحبه ابن جمال الكاتب. يقول الأول عن الصداقة: الصداقة أطال الله مدتك التي قد وكدها الله، أي أكد عليها المولى سبحانه وتعالى بيننا، أن يجعلها مباركة مدعمة الدين أولا، أو صداقة ما لا يعتد بها التي تبنى على الدين الحنيف، ثم بالجوار ثانيا، ثم بالصناعة ثالثا، صناعة الكتاب، ثم رأيت هنا عناية المؤمنين بالكتابة لأنهم أهل دين حقيقي، أهل دين يؤمن بإقرأ ويؤمن بالقرآن والحديث القدسي والحديث النبوي الشريف، ثم بالممالحة رابعا، ثم بالمنشأ خامسا، ثم بالمعاقرة سادسا، أي تباشروا الدين متاعكم وأنتم بالليل والنهار إخوة كرام، هذه المعاقرة يعني مداومة على هذا النمط من الحياة، ثم بالمعاقرة سادسا، ثم بالتجربة سابعا. الرجل هذا يعني إنسان عالم خبير بالصداقة. شوف الناس الفن بتاعهم يوصل، داب صدقوا إيمانهم ودابوا طبقوا دينهم، فلا بد أن تتحقق فيهم هذه الخصال، يعني خصال الصدقة. ثم بالتجربة السابعة، هنا دائما ما ينقص من قيمة التجربة، يما الرجل غير عمليا التجربة دي توصلت إلى أعلى المراتب في الخبرة وفي دمث الأخلاق وحبه حسن السلوك وحسن المعشر والمتعة. ثم بالتجربة سابعا، ثم بالإلف ثامنا، أين تكون الصداقة؟ فإن مطرودة والعياذ بالله إن لم يحدث هذه النعمة. ثم بالإلف ثامنا، ثم بالميلاد تاسعا، ثم بانتظام هذه كلية عاشرا، يعني ما زائد بين ثم انسجام بين كل ما ذكر، لا فما شيء خارج عن شيء أو يتلاطع مع شيء أو ينقل شيء. هذه كلها عاشرا تتقاضان لك حقوقا أنت عن التقصير فيها أغنى، وأنا بالإعفاء عنها أملى، يعني أكثر أمل في ذلك. وإذا كنا على هذا السياج دارجي، أي تربينا على هذا المنوال، وإذا كنا على هذا السياج دارجين وفي هذه الحومة داخل، أي الحومة هنا يقصد بها ساحة تدور فيها حرب بين أهل الحق وأهل الباطل، بين الأخلاق وسوء الأخلاق وحسن الأخلاق وأسوء الأخلاق، وفي هذه الحومة الداخلين يعرفوا علاش داخلهم، اليوم مش حب يكونوا صديقين، يا رجل لابد من تحقيقها بحياتهم، وتحقيقها قلنا عنده مسالك إلى العشرة ذوق، وعنها خارجين وليس لحاسد إلينا السبيل، يعني شوف متانة الرابطة بينهم، الناس واقفين على وجبتهم وعلى إرضاء ربهم سبحانه وتعالى، فليس لحاسد إلينا السبيل، يعني يأيس منه الحسان، ولا لمتكلف علينا دليل، والله إنك لا تذكر وأجد لذكرك عبقا، يعني تذكر دائما في قلبي بعد ما نذكر الله والقرآن والحديث القدسي وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام والنبي بذاته عليه الصلاة والسلام، تكون أنت مذكور من أحب الناس إليه، والله إنك لتذكر وأجد لذكرك عبقا، يعني عطرا أريجا متعة في حسيسه، وأجد لذكرك عبقا يزيد على عبق العنبر. ثم أنا شوف كيفاش يوصف لبعضهم،
يزيد على عبق العنبر، على عبق العنبر، يعني العنبر توين يميل حسيسي، لكن عترك يميل حسيسي أكثر. يزيد على عبق العنبر، ليش شعراء بالحق، وتوصف فأرى لوصفك ما لا يراه أحد من البشر لأحد من البشر، وربما حلمت بك في الرؤيا فيكون في ذلك قوتي، قوتي طول يومي. ومن كان هذا نعته من أجلك فكيف ينمق بالقلم شوقها شوقه إلي، وكيف يذكر ما يختص لك، وكيف يجهز ما يشتمل عليه من خالصتي ومحبتي إليك. قد يقصر اللفظ للطف المعنى كما يطول المعنى لقصر اللفظ، فن في اللغة. قد يقصر اللفظ للطف المعنى، يعني دائما اللفظ حصير غير قوي حتى يوصل وصلنا المعنى، معنى الصداقة المتبادلة. كما يطول المعنى لقصر اللفظ، ويطول المعنى لقصر اللفظ، اللفظ يقع عند حد والمعنى يتجاوزه. كما يطول المعنى لقصر اللفظ، والإخاء إذا قدم ولقدما، والإخاء إذا قدما استحصدت مرائره واستوسقت سوائره، يعني كل ما محاسن القوة، وهو المرائر هما الجبال، والاستوسق استقر سوائره. وعند ذلك يكون الوصف باللسان تكلفا، والتكلف للوصف تأففا أي تعففا. وقد حضر لعبدك ولدي ختان أنت أولى الناس فيه بالقيام والقعود. شوف التبذير والتقدير بين النائي والعود، أي النائي والعود. وإن رأيت أن تبدر إلى ذلك غدا غدا مكافئ عن الشمس عند الطلوع، شوف يرى نفس مكانه عند المشقة، غير عائج غير واقف إلى غير فعلت إن شاء الله. فأجابه ابن الجمل: لقد أوتيت مد الله عمرك لسانا وبيانا وقلما وخطا، فمن رام قصد شأوك أي رتبتك انقعص، يعني لا يمكن له ذلك، يعني يتجمل يشل، يعني ليس بكفء لك. ومن توهم لحاق بك نقص، والنقوص قلنا هو الأحجام، فلله درك من ساحر بلفظه وخالب بقلمه ومؤيد بعقله ومسعود بفضله ومقدم بفرعه وأصله ومشعر فرع وأصل ومشهور بإنصافه وعدله. ذكرت الصداقة التي وكدها الله بيننا، وذكرت الصداقة التي وكدها الله بيننا، أي أكد عليها، أي وثقها، وكدها الله بيننا بالأسباب التي أحصيتها والوجوه التي سردتها. ولو لم يكن الحال على ما وصفت لكان الذي أوجبه لك على نفسي من الطاعة إذا دعوتني، والائتمار إذا أمرتني، والتصرف إذا ناجيتني، والانتساب إليك إذا قبلتني، والاعتماد عليك إذا أذنت لي فوق مودات أهل الزمان. شوف يتفاوتون في ذلك، وليتنافس المتنافسون، يتفاوتون بالنسبة لغيرهم، درجات عالية وقامات مديدات اخضر وباقيات صالحات. فكيف ونحن نجتمع في نصاب ونشتري في نقاب، ليس لنا في إخلاص المودة شريك، يعني ناس في الصفاء يسبحوا ولا يتقدمنا فيها ضريب. وما أسأل الله بعد ذلك هذا كله إلا دوامها وصرف العيون عنها لكي يصاب بعين، ومد الأمتاع بها
من نتاع المؤنسة نعرفوه هو كتاب اللي أورد هذه الرسائل أبو حيان التوحيد رضي الله عنه. وستكون النفس والروح إليها وسكون النفس والروح إليها، فأما ما أومأت إليه من البدار إلى خدمة ولدك سيدي نماه الله فإني غير ملتفت إلى فرد ونفل دونه. والسلام، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورحمة.